هنالك توجه لفرض العقوبات أو بعض العقوبات، لا ندري حتى الآن ما هي هذه التوجهات بالضبط، وأي نوع من العقوبات، ولمن ستوجه، هل لكيانات أو أفراد. يعني هنالك سيكون هنالك بالطبع عقوبات من نوع عقوبات التحذير أكثر مما هي عقوبات الفاعلة، هذا في القمة الأوروبية المحتملة. ولكن المشكلة أن لا تزال تركيا لا تزال في حلف شمال الأطلسي، وطالما هي في هذا الحلف لابد من التعامل معها بشكل كأن هنالك خلاف بين دولتين في داخل الحلف وليس خارج الحلف. لن يسمح الأوروبيون أن يتهدد أو أن تهدد تركيا أوروبا بأي أو أي دولة أوروبية، هذا شيء طبيعي. وتفضل بالطبع اللجوء إلى القانون الدولي للفصل بين الخلافات بين الدول الأوروبية أو المجموعة الأوروبية وتركيا، نظرا كما قلت أن تركيا لا تزال أحد أعضاء في حلف شمالي الأطلسي. طيب، يعني برأيي كما هو دور أوروبا تحديدا في صد طموح توسع أردوغان ونظامه وفق المعطيات الموجودة الآن؟ ليس هنالك فعلا أي عمل ممكن أن تفعله أوروبا سوى العقوبات. نعم. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله أوروبا، إلا إذا اعتدت تركيا عسكريا على إحدى الدول الأوروبية، هنالك سيكون رد أوروبي، إن لم يكن رد من الحلف بس، لكن سيكون هنالك رد عسكري من بعض الدول الأوروبية على أي اختراق تركي لأوروبا بشكل عسكري أو استعمال. لكن السيد علي، يعني الآن زيارة أردوغان الأخيرة إلى قبرص وإعلان طلب دولتين، أليست انتهاكا لدولة أوروبية أخرى؟ هذا ليس جديدا، أي رئيس يأتي إلى تركيا يطالب بالاعتراف بأن هنالك دولتين في قبرص. ليس المهم ما يطلبه أردوغان، ولكن المهم هو ما سيجيب عليه العالم. العالم ليس على استعداد حتى الآن للاعتراف بدولتين في قبرص، وأردوغان هو يستعمل كل أوراقه، خصوصا أنه في الداخل كما سمعنا منذ أيام، أولا الوضع الاقتصادي والمالي يتدهور، وزير المالية أي سهره استقال من الحكومة، هوجم من أوغلو نسيت اسمه الأول، وقال كلام كبير في أردوغان و حزب العدالة أن حزب العدالة انتهى، وأردوغان قاد تركيا إلى الحضيض وإلى يعني هنالك أردوغان يريد أن يستعمل كل أوراقه لاستعمالها داخليا أيضا، ليس فقط للضغوطات الخارجية. وهذا التحذير هو من ضمن مشروع أردوغان داخليا لاستعادة ما فقده بإثارة النعرات القومية التركية نعم، تقصد أنه يحاول تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج. الكاتب والمحلل السياسي علي ناصر الدين، كنت معنا مباشرة من باريس، أشكرك جزيل الشكر.